البعض سمع بمصطلح طبي أو مرض اسمه ضمور العضلات، وبيحتار في الناس مين هو الطبيب المختص بالكشف أو تشخيص هيك حالة. واليوم باستوديو دوز رح نجاوب على الكثير من الأسئلة من الطبيب الدكتور حسام أبو فرساخ، حاصل على البورد بالأمراض التشخيصية والنسيجية من الأردن، رح يكون معنا اليوم عبر سكايب. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، شرفنا اللقاء. اهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا اول شيء نعرف شو بنقصد نحن بضمور العضلات. هلا ضمور العضلات يعني انه هناك مشكله في العضلات تؤدي الى عدم قيام الجسم بالوظيفه المناط بها. العضلات عندما تضعف هذا يؤدي الى كلمه ضمور، وهي كلمه عامه ولكنها وراءها اسباب كثيره. نحن نعلم ان التحكم بالعضله يمر على أربع أماكن في الجسم. أول شيء الدماغ هو المسؤول عن إعطاء الإشارة إلى العضلة. ثاني شيء الحبل الشوكي. ثالث شيء الأعصاب التي توصل هذه الإشارة إلى العضلات. والأخير هي العضلة نفسها. فأي خلل في هذه المناطق الأربعة يؤدي إلى ما يسمى بضمور العضلات، ويؤدي إلى عدم وصول الإشارة العصبية أو عدم قدرة العضلة على أداء وظيفتها. تمام دكتور. طيب حابين نسألك، يا ترى شو أسباب اللي بتأدي لضمور عضلات، ويا ترى هل الوراثة بتلعب دور بهذا الموضوع؟ هلا احنا نتكلم ناحية عملية من الأبحاث اللي عملناها عنا في المختبر في الأردن هنا، تبين أنه ضمور العضلات حقيقة هناك أجزاء منه وراثية وأجزاء منه غير وراثية. كثير من الناس بيحسب انه ضمور العضلات يحصل فقط بالاطفال، لكن من الدراسه اللي عملناها هنا في مختبراتنا عندنا مرضى من ضمور العضلات من سن يوم واحد بالولاده الى سن 72 سنه، اي ان ضمور العضلات ممكن يحصل اي وقت. حقيقه لو قسمنا الناس من 18 سنه او اقل، 18 سنه او اكثر، تبين ان 50% من الناس اللي جاؤونا عندنا بالمختبر هم اقل من 18 سنه، و50% منهم اكثر من 15 سنه، اي ان ضمور العضلات ليس هناك سن محمي عنه، لكن كل سن في عمرنا له اسبابه الخاصه في ضمور العضلات، ويجب على الدكتور المختص الذي يبحث في ضمور العضلات ان يبحث في هذا السن وما هي الاسباب التي متوقع ان تكون فيها ضمور العضلات. فمعظم الاحيان، لكن مش كل الاحيان، الأمراض الوراثية عادة تصيب الأطفال أو السن الأقل صغراً، والأمراض الغير وراثية قد تصيب الناس الأكبر. لكنه حقيقة يعني وجدنا هناك تداخل كثير جداً، يعني ممكن إنسان وجدناه مثلاً عمره 40 سنة ممكن يصاب بمرض وراثي، بينما ممكن إنسان عمره مثلاً 3 سنوات أو 4 سنوات يكون مرض مش وراثي ولا هو علاج. هلا العلاجات تاتوا، حتى الامراض الوراثيه رح نتكلم فيها بعدين، حتى الامراض الوراثيه لها علاجات الان، يعني الامر تطور كثير جدا. لكن المفروض انه هذا ضمور العضلات يعني يكون في فحوصات كثيره حتى نستطيع ان نصل الى التشخيص المهم الدقيق لمرض ضمور العضلات. قبل 20 سنه ما كانش مهم كثير ان نوصل والله ايش سبب هذا الضمور، لأنه كانت كثير من الأمراض ليس لها علاج. الآن أصبح هناك علاج لأمور كثيرة، لكن يجب على الأهل أو على المريض أن يتنبه من أول ما تصيبه المشكلة في ضمور العضلات. يعني إحنا نحكي عن شيء يجب أن يكون مبادرة من المريض أو أهله، يقول والله عندنا مشكلة في ضمور العضلات. فالأهل مثلا الأذكياء نوعا ما بلاحظوا ممكن ابنهم أول ما بتبدأ معاه أنه مش زي أقرانه، لما يمشي أو لما يطلع الدرج ممكن يطلع شوي بصعوبة أكثر من غيره. هذا أول عادة أول عارض يكون يلاحظه الأهل أنه هناك ضمور عضلات. لكن يبدأ ضمور عضلات يتزايد، يعني ضعف العضلات، فتجد أنه الولد ممكن لما يصير يطلع السلم ما بيقدر أنه يطلع زي أقرانه أو يلعب الكرة، لكن بتتطور ممكن مرات لما يصير بده يقوم من المجلس قومته بدها مسانده اما على الحيط او منه او يكون حدا ماسكه. وبعدين ممكن يصير الواحد لما بده يمشط شعره مثلا يجد صعوبه، بعدين ممكن تتطور
بعدين اللي يصير حتى الجلسة العادية أو القاعدة العادية للولد ممكن يكون فيها مشكلة، وحتى ممكن بعدين تتطور ويصير حتى البلع، حتى يعني لدرجة أن ضمور العضلات ممكن يؤثر على الإنسان حتى على البلع. هو يبدأ عادة ضمور العضلات يبدأ بالعضلات الإرادية، ولكنه للأسف كثير من المرات يصيب العضلات الإرادية والغير الإرادية. يعني كثير من المرضى ضمور العضلات ممكن اولا ما بيقدروا يمشوا او يطلعوا الدرج، لكن بعد مده ممكن انه يصيبهم القلب، يعني القلب اصابته كثيره في بعض انواع ضمور العضلات، وممكن يؤدي الى هبوط القلب او فشل القلب بهذه الامور، وهذه تكون عاده هي سبب الوفاه. طيب دكتور، فيني اعرف من حضرتك اذا له انواع، واذا فعلا له انواع شو هي هالانواع؟ هلا اسباب ضمور العضلات حقيقه أكثر من 200 نوع، وتتنوع عادة بين السن وسن آخر. يعني عندما يأتي المريض لأن أول شيء إحنا بنساويه أنا بجلس مع المريض، وهذا الجيد أنه يجب أن يكون حقيقة هناك ماستر كيس، يعني واحد رئيسي يحرك النقطة، وهذا اللي موجود بمركزنا. يعني أنا عادة بجلس مع المريض أخذ منه السيرة المرضية كاملا، هذا أول شيء. يعني شيء أفحصه كاملا لكل عضلاته، يعني ضمور العضلات لا يصيب كل العضلات بنفس القوة، ولا وفي أنواع من ضمور العضلات تصيب عضلات معينة ولا تصيب عضلات أخرى. يعني في أنواع من ضمور العضلات تصيب الوجه وعضلات الرقبة، بينما هناك أنواع من ضمور العضلات لا تصيب بتاتا لا عضلات الوجه ولا عضلات الرقبة. فيجب أن أفحص كل عضلات الجسم، عضلات الوجه، الرقبة، عضلات اليدين، عضلات الرجلين، عضلات الحوض، كل هذه مهمة جدا. ثالث شيء اللي مهم جدا انه يجب ان نعمل له خزعة من العضلة. عادة انا اختار العضلة التي ضعفت لكنها ليس ضعف نهائي، لان العضلة عادة لما تضعف ضعف نهائي تتبدل من عضل حرق من خلايا عضلية او الياف عضلية الى دهون. فيجب ان ندرس عضلة تكون متوسطة القوة، يعني تأثرت لكنها لا زالت تتحرك. فنختار عضلة عادة ما تكون هي عضلة الفخ إذا كانت تأثرها متوسط، ونأخذ عادة بالإبرة. ويمكن إحنا من المراكز القليلة جدا في العالم اللي ما بيفتحوا. يعني أنا حقيقة لا أفضل بتاتا إنه نعمل عملية جراحية كبيرة لنأخذ عينة من العضلات. يمكن أنا يعني لو بالفيديو تشوفوه بأخذ عينة بإبرة خاصة، عدة عينات يعني ممكن توصل لأكثر من 20 عينة، لكنها فتحة صغيرة جدا. هلأ رح نتابع هذا الموضوع كمان دكتور بعد شوي، أنه كيف بيتم إجراءه. هلأ هذه العينات لم إذا نأخذ عينات من العضلات وسنتكلم عنها بعد قليل. بعدين الشيء المهم الثاني، نحن ندرس الجينات الوراثية المناسبة للمريض. يعني حسب ما بيطلع معنا في عين ضمور العضلات واللي بندرسها بالطرق الحديثة ونعمل لها إنزيمات كاملة، نعمل لها الجينات الوراثية المناسبة حسب ما أرى في المجهر. ثم الإشي الثالث، نعمل فحوصات دم. هذه فحوصات الدم كثيرة هي للعضلات والأعصاب، وتعمل عادة للأشياء التي ممكن لها علاج ولا تكون وراثية، يعني أمور ليس وراثية. فنحن زي ما بتشوف يعني عندنا فحص أنسجة العضلية، ثم هناك جزءان، جزء للوراثة وجزء فحوصات دم للأمراض الغير وراثية. يعني مثلا نفحص بالدم الغدة الزعترية، نشوف إذا في عندها مشكلة بالغدة الزعترية ولا لا. كثير من المرات يأتي المريض ويكون عنده ضعف بالعضلات ولا يكتشف الدكتور أنه عنده المشكلة أنها الغدة الزعترية، لكن بالفحوصات تاعتنا الروتينية إحنا نعمل تقريبا هذه روتين، يكتشف انه عنده اجسام مضاده للغده الزعتريه وادت الى ضمور العضلات. وحقيقه يعني هناك حالات كثيره وجدناها في مثل هذه، وكانت يعني مهمه اكتشافها. ثانيا نعمل ايضا فحوصات دم اخرى اذا كان عنده التهاب للعضلات، ونعمل اجسام مضاده التي تحارب العضله نفسها، بسموها muscle specific antibodies. يعني اذا كان في هناك اجسام مضاده ضد العضلات وهذه تقتل العضلات، وهذه للأسف موجودة وكثير من الناس ما بيهتم فيها. برضو بنعمل فحوصات للأمراض التي قد تؤدي إلى ضعف العضلات. يعني مثلا إذا كان المريض عنده ورم في الغدة الكظرية، فهذه بعض الأوقات تؤدي إلى ضمور عضلات، وقد شخصنا بعض الحالات في مثل هذه الأمور.
يجب ان يكون الدكتور المسؤول عن الماستر عن مشكله ضمور العضلات يلم بكل هذه العلوم حتى يكونها مع بعضها ويلصقها بالتاريخ المرضي للمريض وبالفحص الجسماني وبالفحص الجينات الوراثيه. كل مرض له تشخيص، وبضمور العضلات كمان في له اكيد تشخيص. خلونا نتابع الفيديو التالي لحتى يعطينا بالضبط كيف نحن بنقدر نشخص او طريقه التشخيص او حتى ناخذ العينات او حتى العضله من العضلات نفسها. تابعوها. دكتور انا بدي اسال حضرتك انه المرض معروف انه هو للاسف مميت، هل هالكلام صحيح؟ ويا ترى لوين وصل العلم باليه العلاج؟ في شيء جديد طلع هلا بهالسنوات وبيعطي امل لهالمرضى؟ ايه سؤال كثير كثير مهم حقيقه. يعني انا من اكثر الناس ممكن بتابع العلاجات اول باول. لو سالتيني هذا السؤال قبل 15 سنه راح احكي لك انه للاسف ما في علاجات، لكن الطب في 15 سنة الأخيرة تحول تحول كبير جدا وطور العلاجات للأمراض الوراثية كثيرة جدا بتغيير الجينات. هذا شيء نعطى أدوية، طبعا بعضها موجود في الأردن بعضها للأسف لسه مش موجود في الأردن، موجود مثلا في الولايات المتحدة، لكنه هذه الأدوية ستكون متوفرة للعالم كله احتمال كبير جدا خلال 10 سنوات معظم هذه الأدوية. فيجب أن الطبيب يعرف بالضبط ايش النوع الجيني. يعني مثلا في مرض اسمه الدوشين وهو من اكثر الامراض المنتشره عند الاطفال لضمور العضلات. هذا الدوشين يجب ان نعرف ما هي الطفره التي اصابت المريض، لان هناك في اكثر من 70 طفره ممكن تؤدي الى انه هذا بروتين الدستروفين اللي هو بيخلي العضله تتحرك بسهوله ومرونه، ممكن هذا يسبب اكثر من 70 طفره. وهو على فكره البروتين ديستروفين هذا من اكبر البروتينات الموجوده عندنا في الجسم، فاي طفره بسيطه تؤدي انه هذا البروتين يتكسر وبالتالي لا تستطيع ان العضله تتحرك. يجب ان نحدد اي نوع من هذه 70 طفره هو الذي اصابه هذه المشكله، لانه العلاج يعتمد على الطفره. يعني مش كل طفره بمرض الدوشين تعالج بنفس الطفره الاخرى، لانه نحن هنا في مثلا مرض الدوشين الجينات التي نسعى لها انه نكون جزء من البروتين ان لم يكن كل البروتين. يعني العلاجات الجينيه تسعى انه هذا البروتين يتكون جزء كبير جدا منه، فاذا في مرض الدوشين مثلا البروتين الاستروفين كله يكون غائب، لكنه اذا كانت هذه الطفره موجوده في مكان معين نستطيع مثلا ان نوفر للمريض أكثر من 90% أو أكثر من 70% أو أكثر من 50%، هذا المريض سيتحسن كثيرا نوعا ما عما كان سابقا. وحقيقة العلم يتقدم بهذه الأمور تقدم كبير جدا. يعني أنا كل مدة بحضر محاضرات علمية متطورة وأتفاجأ أنه هذه الطفرات بدأت، هي أول مرة بدأت قبل 12 سنة بدأت بطفرة معينة هي الطفرة 49 ل 51 هي هذه الطفرة التي وجدوها. الآن بدأوا يعملوا يعني لكل الطفرات الأخرى تقريبا بدأت علاجات مناسبة لها. صحيح أن العلاجات الآن غالية، يعني موجودة بأمريكا وغالية، لكنه أنا بتوقع أن معظم الشركات أول 10 سنوات بتأخذ حقوق الإنتاج أو حقوق الاختراع، لكن بعدها عندما يتوزع العالم يعني ممكن تنزل الأسعار حقيقة إلى متناول باقي الجمهور. ومهم جدا لنا إلى من الآن أن نعرف ما هي الطفرات. مرضى ضمور العضلات ليس كلهم حقيقة ينتهوا بالوفاة، يعني في هناك أمراض للأسف تنتهي بالوفاة، منهم مرض دوشين إذا ما تعالج المريض للأسف أكيد راح ينتهي بالوفاة، وعادة يكون بين سن العشرين والثلاثين، ويعتمد على كمية الدستروفين بروتين الدستروفين الموجودة عنده بالجسم وإذا تأثر القلب أو لا. معظمهم يموتون للأسف من هبوط القلب. هلأ أمراض وراثية ثانية يعني ممكن الإنسان يعيش حياة طبيعية طويلة لكنه ممكن يكون معوق، وأنا أرى يعني المرضين. هلأ للأسف هناك مرضى أخرى أيضا تكون مش وراثية وممكن أيضا تكون مميتة إذا أصابت عضلة القلب أو إنسان تعب وما تشخص المريض. أنا بحب أأكد على أنه التشخيص ضمور العضلات يجب أن يكون بأسرع وقت، لأنه معظم العلاجات تاعتنا تعتمد أنه يكون هناك بقايا عضلات حية. يعني دكتور بالنهاية
اكيد نحن بنتمنى العلاج للجميع والشفاء للجميع، ويعني بالمستقبل يصير هالعلاج للكل، وان شاء الله يا رب ما يضل حدا مريض بكل انواع الامراض. شكرا كثير لك دكتور على المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها. وشكرا لكم جزيلا على الاستضافه، وان شاء الله يكون لقاءات اخرى في هذا الموضوع. شكرا لك دكتور. العلاج الفيزيائي له دور مكمل بعلاج ضمور العضلات، وهو موضوع مهم لنعرف اكثر عنه عن هذا الموضوع وشو الفرق بينه وبين ممارسه التمرينات الرياضيه. خلونا نتابع هالفقره مع الدكتوره ايفانا والمعالج الفيزيائي.